لما أنا أقول القدرة على ضبط الانفعالات ما قلت القدرة على التخلص من الانفعالات. ناخذ مثال بسيط جدا على القدرة على ضبط الانفعالات. نفرض أنا بالموجودة بالمركز أو بالعيادة وإجاني أحد المراجعين وكان في حالة من الهيجان، وهذا المراجع يتكلم عن المركز اللي أنا موجودة فيه إن خدماته تأخرت مثلاً، تأخرنا بالموعد ما دخلنا مثلاً، من فترة طويلة ينتظر، غيرها من الشغلات اللي أزعجته. شنو نتوقع هذا الشخص راح يقول لنا؟ هل ننتظر منه شيء إيجابي؟ شنو ننتظر منه؟ راح يصارخ، راح يرفع صوته، وراح يكون من فعل بيهدد إن أنا أشتكي للمدير. حلو. اللي يصير عندنا احنا في اثناء التعامل مع الموقف، اول ما نسمع التهديد يبتدي التهديد في الذات كانه نحوله الى تهديد شخصي. متى ما رسمته انا على انه هو تهديد شخصي ابتدي في الدفاعات. الدفاع اللي عندي عمليه شنو هو؟ انت غلطان، وابتدي اصلح المعلومه. من قال لك كذا؟ ادخل عليه. تخيلوا وقت الغضب الانسان قدرته على التركيز تكون جدا ضعيفة. اللي تحكم فيه هي المشاعر وليست القدرة العقلية. فإذا هل هذا الشخص راح يستوعب مني أي شيء؟ أنا هل أستطيع أن أستوعب وأتكلم بمنطقية وأنا قاعدة أشعر بتهديد؟ ففي هذه الحالة شنو تقترحون؟ راح نسوي الآن سيناريو 5 minutes كل اثنين مع بعض، بحيث انه يكون عندي وعي بذاتي انا في خلال الاستفزاز هذا شنو حسيت داخلي، مشاعري شنو، شنو الفكره اللي قلتها حق نفسي انا، وشنو الاوتكم او اللي هو السلوك النهائي اللي راح اسلكه، وبناء عليه راح اقيم نفسي درجه قدرتي على انضباط الانفعالات. هل انا احتاج الى تدريب اكثر؟ هل انا عندي سيطره؟ او هل انا بشكل ايجابي ما عندي مشكله؟ تمام.